سلام البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير في احوال جيده. اليوم غتشوفوا معايا الخبز في الترموميكس، خبز هشيش غزال ما تشبعوش منه ورطب وما سيخلش معكم مقطعي بزاف. دونك غتشوفوا معايا المقادير. هنايا المقادير انا درتها بالسلافه، مي غنخط لكم في صندوق الوصف بالغرام اكزاكتومون. دونك هنايا خدت معايا جوج سلايف ديال الطحين وزلافة ما عمراش ديال فينو ولا السميدة الرقيقة. دونك نعبرتهم لكم بسلايف باش تعرفوا. معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، يعني تتكون عندنا الخميرة بودغ انستانطاني، معلقة ديال السكر ونص ما عمراش. انا السر باش تجيك العجينة خفيفة هو الحليب، الحليب ولا دانون اللي بغيتو. ومن درت معلقه ديال الحليب ومعلقه ديال الزيت بلديه. دونك هنايا لو طون سي 10 مينوت فونكسيون بيتريغ. هنايا بشويه بشويه غنبدا نزيد في الماء. غنعطيكم واحد لاستوس باش تعرفوا ان العجينه ديالكم قاصحه، الترموميكس غيبدا يترعد بزاف. دونك غتزيدوا الماء، دونك كل ما مترعد تعرفوا راك العجينه هي هذيك. كنهي تبدا نزيد بشويه بشويه تنشوفها انها فريمون جاريه العجينه كيف ما بغيت القوام اللي بغيت. كنزيد بشويه بشويه حتى نحصل على العجينه اللي بغيت انا. هنايا خاصها تكون فريمون رطبه رطبه تلصق ليكم في يدكم، هذا هو القوام اللي خصو يكون في العجينه ديال الخبز اللي غندير معكم. دونك هنايا في الخمسة دقائق الأخرانية زدت جوج معالق ديال الزبدة في حرارة المطبخ يكون خرجتيهم في الأول فاش بديتو، ونكمل الخمسة دقائق. هنايا الحاجة اللي ننصحكم فيها، ما عمركم ما ديرو بلوس كو 10 مينوت في العجينة، ماكسيموم 10 مينوت. دونك 5 مينوت كاع راقة قادة، غير أنا بغيت نزيد الزبدة دونك زدت 5 مينوت أخرى. دونك هنايا خديت بول دهنتو بشوية ديال الزبدة. انت تشوفوا تبارك الله العجينه كي دايره رطبه غزاله تعطيكم الطوع. هنايا قلبت البول باش العجينه دغيا تهبط لكم، راه شفتوا الموس تنحركوا من اللور باش العجينه ساهله تتهبط لتحت تتهبط كامله. دونك انت شفتوا العجينه هي تتلصق ليا في يديا، داكشي علاش ندير شويه ديال الزيت باش ما تلصقليش في يديا. نحاول نجمعها ندير كره ونخليها تخمر. نغطيها ببابي سلوفان ونخليها تخمر. انا خدات معايا هنايا 45 مينوت على حساب عاوتاني الجو كي داف كيفاش داير. دونك نخليوها تضاعف هنايا هنايا. درت المنديل وخليتها باش مية باش تخمر على خاطرها. هنايا هي خمرات تبارك الله، نحاول نحيد منها الريح الهواء اللي داخل فيها ونحاول نشكل كويرات صغيرين. دونك هنايا على حسب كيف ما بغيتو نتوما، كبار صغار كيف ما بغيتو. هنايا عجبوني صغيورين تيجيو هكا حليوين. دونك تنعاون تندهن شويه يدي حقاش العجينه شويه جاريه. دونك تنحاول تندير الزيت بيدي وندير نكور. دونك ساهل راه ما فيها زعما بزاف ديال الخدمه ولا دغيا. ديك ديجا العجينه خدات لنا 10 دقائق والخميره 45 مينوت، دونك ماشي دغيا دغيا. كنهي نحاول نحيدهم كاملين. دونك هما ساليتهم كاملين، من بعد نغطيهم ونخليهم يرتاحوا غير شي 10 دقائق هكاك. دونك هنايا خليتهم يرتاحوا، من بعد نجي نقرصهم. تنحاول ندهن يديا بالزيت، دونك ما قرصتهمش انا بزاف دغيا دغيا مع العجينه خفيفه دغيا دغيا تعطيكم الطوع. دونك هنايا كنرصهم غير شويه ماشي بزاف. هنايا خديت شويه الصفر ديال البيض ومع شويه ديال الحليب وتندهن به الخبيزات كاملين باش يجيو محمرين.
في الفران. دونك نحاول نديرو الجناب وندهنو كل شيء باش ماشي يجي شي جهه محمره وشي جهه لا. دونك نحاول نديرو كل شيء. هنايا خديت موس يكون ماضي وحاولوا ديروا كروه وتبركوا مزيان على الموس باش تبان ديك الكروه اللي درنا تيجي من الدر ديالها مزيان. هنايا درت السنجلان. هنا الزنجلان ماشي هذاك اللي محمر باش فاش يدخل الفران يزيد يتحمر ما يتحرق لناش. دونك هنايا داك البيض الزنجلان البيض هنايا خليتهم يخمروا غير شي 10 دقائق هما من بعد ما خمروا. دونك الفران اعلى درجه اللي عندكم هو باش غيطيب. دونك خداني انا مني 15 مينوت باش طاب. انتو تشوفوا تبارك الله رطب نجينو بحال القريشلات وهما راه خبيزات اللي حطيتهم في الفيديو في انستغرام قولي واش قريشلات نورا خبيزات هما. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.